أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى عدد جديد من تواصل دوت كوم، وفيه التظاهرات تستمر في السماوة لليوم العاشر على التوالي، والمعتصمون يؤكدون على حقهم في مواصلة التظاهرات. في قضاء الشامية بمحافظة القادسية استمرار الاحتجاجات ضد ما سماه المواطنون الفساد الحكومي وتظاهرات أخرى غرب حقل القرنة. بعد ذلك نتجه إلى أحداث وقعت في منطقة غرب القرنة، حيث القوات الحكومية تطلق النار وتعتقل عددا من المتظاهرين. أما الختام فسيكون مع شاب عراقي ينقل لكم معاناة عائلة تفترش الأرض تحت جسر خالد في محافظة البصرة. أهلا بكم. البداية مع استمرار اعتصام المتظاهرين في السماوة بمحافظة المثنى لليوم العاشر على التوالي. المعتصمون في ساحة الاعتصام بمحافظة المثنى أيضا أكدوا على ضرورة أن تتواصل تظاهراتهم. نتابع. بقونا في أخبار التظاهرات، ولكن نذهب وإياكم الآن السادة المشاهدين إلى محافظة أخرى، حيث أن الاحتجاجات مستمرة ضد الفساد الحكومي بقضاء الشامية تحديدا في محافظة القادسية. دائرة الماي أخوان اسمحوهم ذولي ثلاثة أشهر ما عندهم ماي. الله يرضاه الله يرضاه. جاي نهديهم شوية، جاي نهديهم اخوان. دائرة المي الشامية منطقة سيد رافع ما عندهم ماي صار لنا بثلاث اشهر. والحفار ارجو من عندكم، انا اريد اليوم ماي. توثيقية الشامية تطالب فورا بإعادة الماي من منطقة الحفار سيد رافع فورا. أهالي الشامية يرفضون رفض قطعي نهائيا المفاوضة مع الحكومة المحلية بالقرار. نهائيا ما نتفاوض مع أي جهة سواء كان المجلس البلدي أو رئيس الوحدة الإدارية. مرفوض رفض قطع نهائي، ما نتفاوض وياهم. طلباتنا واضحة ومسلمة إلى قيادة الشرطة ومسلمة حتى إلى المحافظ، يعرفونها كل زين. وما نتفاوض بالغرف المغلقة. اللي يريد يتفاوض كائن من يكون على مستوى محافظة فما فوق يجي بساحة التظاهرات أمام المتظاهرين ويتفاوض ويعرف طلبات الناس شنو هي. ما نتفاوض ويا لا المجلس البلدي ولا رئيس الوحدة الإدارية. مرفوض جملة وتفصيلا من أهالي قضاء الشامية. اصحى يا شعب كل حرامية، اصحى يا شعب كل حرامية، اصحى يا شعب كل حرامية، اصحى يا شعب كل شعبية، اصحى يا شعب كل حرامية، اصحى يا شعب. هتافات واضحة والجهات الموجهة إليها هذه الهتافات معروفة لديكم. الآن إلى صرخة مواطن من أهالي مدينة الديوانية بمحافظة القادسية، صرخة أطلقها بوجه وفد العبادي الذي زار المحافظة على استحياء مؤخرا كما وصف زيارته.
الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق. نتابع جزءا من المقطع. فرجان رجان استاذنا العزيز، اذا جايت من امان العمل مجلس الوزراء انت بتسمعنا، مو احنا نسمعك. محترمات لك، معاناة الناس، الناس وصلت محترمة الحظ الثغر، طاح حظها الناس. الناس ماي ماعد، الناس أنا هسه واحد من الناس، ركبت باسكله وهذا باسكلي يشد، ربطت باب المحافظة وجيت، أنا ابني هسه سبحان بالعرق، عرق جتها الكهرباء ربع ساعة وانقطعت ثلاث ساعات، ربع ساعة جتها، فأنتم مو عايشين معاناتنا، إذا عايشين معانا، الوفد ذاك اليوم راح المجلس الوزراء ما يمثلنا، محترمات الشيوخ العشائر، ما تعقال نزل الشارع. وشاف معاناة الناس. احنا نشتغل عمالة، احنا ولد هاي المحافظة، احنا دافعنا عن العراق كله. فرجان الشكلون وفد من السيد المحافظ ومن الناس اللي طالعة بالشارع. ومع احتراماتي ما ادري قد عمر الحكومة باقي حتى انتم تجونا. وين كنتوا عنا قبل 4 سنين؟ وين كنتوا انتم؟ ملتهين بجبهة، الجبهة اكو ناس لها تقاتل بها، وانتم واجبكم تشوفون معاناة الناس، مو كلها تروح للوجبة للحرب لهناك. ما يصير هذا استاذنا العزيز، اسمعوني من الشارع رجاءً، وانا طالب السيد المحافظ يشكل وفد من عنده شخصيا من مكتب السيد المحافظ ومن الناس المتظاهرين الصحيح، مو الناس اللي تركب الموجة. احنا جاي نتذل، احنا ولد الشارع، احنا التعبانين، احنا الناس التعبانين. بلسان عراقي موجوع الآن إلى استمرار الاعتصامات وقطع الطرق قرب حقل غرب القرنة في محافظة البصرة. وأحلى خيمة وإن شاء الله. بالنسبة احنا ما نعتب على الشيوخ، باعونا بالدولة كل من مسدسات، بس انتم الشباب. بالنسبة للشيوخ العشائر والمعممين، احب اقول لكم فد شغلة، انتم منتجون انت يا شيخ العشيرة ويا المعمم وتتهم المتظاهرين بانهم يكبسلون ويسكرون. زين اطلع انت اذا العالم وهاي المتظاهرين تكبسل وتسكر، اطلع انت جا ترضى اللي يكبسل ينتفض للدين، وانت العود مؤمن نايم وتشخر. طلعوا الله يكسر من امتانك ان شاء الله. ليش هيك؟ هذول تلقاهم كلهم عملاء اخي، والله كلهم عملاء يتهم المتظاهرين. شكو واحد معمم هسه على هنا، شنو قال؟ كلهم عملاء، كلهم تبعيه، كل واحد وحزب. ان شاء الله مستمر اعتصاماتنا وما نسحسح مننا وقوة الله. أنا أخذكم إلى تفاصيل أكثر بخصوص موضوع اعتقالات منطقة غرب القرنة. القوات الحكومية تعتقل متظاهرين من قبيلة بني منصور تحديدا في منطقة غرب القرنة. المقطع القادم يبين لكم جانبا من الحدث وكيف وقع. غير الشباب بني منصور قطعوا الشارع للجيش، تنخذوا جماعتنا الجيش والشرطة. شباب كلها جت قطعوا الطريق، غيرة بني منصور. جيش شرطة. أيضا القوات الحكومية مشاهدين الكرام هددت بإطلاق النار على المتظاهرين الذين قطعوا حقل غرب القرنة. نتابع. شفتي هذا؟ سحب علينا سلاح، سحب علينا خشان. هذا الضابط ثلاث نجمات شوفوه، سحب علينا خشان، وهذا سحب علينا خشان الشرطة شوفوه. شفتوهم؟ خذوا جماعتنا. شفتوهم؟ لون من ألوان الفنون العراقية كان حاضرا في التظاهرات، ما يعرف بالمهوال العراقي،
والعديد من الفقرات الفنية ألقيت على الحاضرين، من ضمنها قصيدة يذم المهوال الذي ألقاها، يذم فيها الحكومة ومن وصفهم أحزابها الفاسدة. نتابع. دولة عصابات ودولة استهتار، ويسمونها النوب شيعية. أفصل بالموضوع للواقع العكيبي. برا اسم التشيع يا سياسيين، منكم يا أحزاب الإسلامية، منكم دون عدكم والعمايم حوش، ما بيكم شريف الأمة علوية. طبعاً والكلام موجه مخصوص للراعي العمامة البرلمانية، السياسية بتم أمريكا وإسرائيل، سويتوا مناضل يا حرامية، قسمتوا البلد تقسيم ثلث أصناف، وزعتوا حصص باسم الولائية، تملكتوا ملك للخلفاكم صار، واحنا اهل الملك صبحنا نزلية. اذا هذا العدل لك فر وصير ابليس، والبس من صليب اهل المسيحية. اذا هذا الحكم ينتسب للكرار، ذنبي لك كذب والدعوة وضعية. الان الى شاب عراقي نقل معاناة عائلة للأسف تفترش الأرض تحت جسر خالد في محافظة البصرة. هذه الأسرة ليس لها من يعيلها، لا تمتلك نقودا لا بيتا، وإنما أصبح العراء بيتها، فأين الغيورون فيك يا عراق؟ نتابع البقية. لوني شوية يا الله. السلام عليكم. احنا على الشط اليوم، على شط العرب، بس ما جايين نتونس على شط العرب. اكو طرقاعة سودة طاحت على روسنا، لو الجسر طايح على راسنا هم أشرف أهل الرحم. هسه احنا نريد أول واحد يطوب وأول واحد يشوف هاي المصيبة. يعني مصيبة ما أعرف شلون أسوي في الكم بيها، مصيبة ما أعرف شو أحكي. باكر عقبة البارحة ولد يريد له 20 عجل، 20 عجل، باكر عقبة راح يبدي الرياء ويبدأ 20 عجل و30 عجل. لا با عبد الله بريء من عندنا، با عبد الله منا اليوم الدين، وبريئة من عندنا كل الأطياف السماوية، لأن احنا مو مسلمين. لو مسلمين احنا ما أكو هيك، ماكو هيك طرقاعة وهيك مشكلة. لو مسلمين احنا مو قاعدين جوا الجسر، ولكم الله اكبر. عمي عد اليهود ما صايره، اليهود تدرون شو يسوون؟ ياخذون العائله يودونهم للحجز الصحي، يشوفون شنو بيهم ما بيهم، يعالجونهم وبعدين يعطونهم لجوء هم مو انساني. عمي لجوء رحمه عقيل، خويا حاط عليكم رب العباد، حاط عليكم كل الاديان السماويه، عائله خلنا راويكم بيته وين قاعده، تعالوا شوفوا. باعوا جوا الجسر. احنا مو مسلمين نقول اسلام، باعوا. هاي العائلة قاعدة هنا، كفيلكم العباس تانكي مال ماي وحاطين لهم بليته، وهنا ما ادري شلون ينامون، وقفة قاعدة. عمي وين عايشين احنا؟ اريد الكل تشارك. اذا انت عراقي وشريف وراضع من هذا تراب هذا الوطن، حاط لك انا رقمه، ابو كرار حاط لك رقمه فوق، وماكو اي عذر، وغير مبرئين الذمة. طبعا احنا ما ناشد المراجع، المراجع نامت، ناموا السبات، نايمين نوم متنكهف صار لهم سنين. ولا ناشد الحكومة جايفة وخايسة، ولا ناشد أي جهة، لا رعاية ولا شيء، لأن ذولي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة مو يذبهم بالتوالية، أجلكم الله، يذبهم بنار جهنم، يعرقهم هم وأبهاتهم، الله يلعنهم. والسبب مو بس بيهم، السبب هم بينا، لأن إحنا راضين على الفاسدين، وأما راضية بالفاسد فهو فاسد. إحنا مدام راضين على الفاسدين، الله سبحانه وتعالى سلط علينا هاي الأحزاب الفاسدة. الآن إلى فقرة آراءكم، وقبل أن نذهب وإياكم إلى التعليقات دعونا نتابع أولاً هذه الصورة. هذه الصورة هي لمهوال عراقي تم اعتقاله من ضمن عدد من الشباب، وهم 9 متظاهرين اعتقلوا من ساحة الاعتصام بمحافظة السماوة، ومن ضمنهم المهوال العراقي الذي يدعى أمير تركي الذي شاهدتمه قبل قليل. طبعاً الشباب 9 تم الزج بهم في سيارة مدنية تابعة لموظفين يتبعون استخبارات المثنى. الآن نقرأ عليكم التعليقات التي جاءت رد فعل على هذه الحادثة. أبو علي الحمداوي يقول البلد يحتاج تضحيات، ونحن نضحي بأرواحنا من أجل بناء البلد وبناء الأجيال، وإن شاء الله تنتصر إرادة الشعب على هذه الحكومة.
ما يزال الأمل قائما في أبو علي وفي كثيرين من أبناء العراق بإمكانية قدرتهم على تغيير الظروف الحالية التي يشهدها العراق. إلى تعليق آخر، في التعليق الجديد نقرأ ما كتب حسين الغريفي، يقول: الجهة التي اختطفت المهوال يجب أن تحاسب، لا نطالب فقط بالإفراج عنه، هو ليس معتقلا. حسين يدعو إلى محاسبة الجهة، يقصد الاستخبارات التابعة إلى محافظة المثنى التي قامت باعتقال 9 شباب ومن ضمنهم الرجل المهوال الذي نتحدث عنه. إلى التعليق الثالث الآن نذهب وإياكم، وكتبه حسين الحمد، يقول: على المتظاهرين الحضور أمام أبواب الدائرة التي خطفته والتجمهر للمطالبة بالإفراج عن زميلهم البطل الشجاع. حسين يدعو إلى ذهاب بعض المعتصمين أو إلى إقامة اعتصام أمام المقر الذي يحتجز به هذا المهوال. إلى تعليق آخر، في التعليق التالي نقرأ ما كتب مرتضى الخشان، يقول: مرتضى، هي خربانة، حكومة صفت بيد أحزاب أغلبيتهم تبعية إيران. مرتضى يريد أن يقول إن الحكومة الحالية تتبع إيران وأجندتها مأمورة وتستورد من طهران لا أكثر ولا أقل. إلى التعليق الأخير نذهب وإياكم، وكتبه ذاكر كاظم، يقول: ذاكر، المفروض ما ينسكت على هيتش قضية من قبل الشيوخ والإخوة المتظاهرين، لأنهم جاي يخوفون بالشباب بموضوع مو يمهم. ذاكر يريد من الشباب العراقي ألا يتأثر بمثل هذه المحاولات التي تحاول الحكومة الحالية وقواتها الأمنية المنتشرة في المحافظات التي تتركز فيها التظاهرات والممتدة طبعا كما تقول وسائل التواصل الاجتماعي والعراقيون عليها الذين يكتبون. يريد هذا الشاب من الجميع ألا يتراجعوا وأن يواصلوا تظاهراتهم وألا يتركوا لمثل هذه الأفاعيل من القوات الحكومية أن تمنعهم عن مطالبهم وما يصبون إلى تحقيقه. بعد قليل نذهب وإياكم إلى تويتر. الهاشتاج الذي نشط خلال 24 ساعة السابقة مشاهدين الكرام هو هاشتاج اعتصام البصرة. دعونا نقرأ عليكم أبرز التغريدات التي ذيلت بهذا الوسم الإلكتروني اعتصام البصرة. في التغريدة الأولى نقرأ عليكم ما كتبه قيصر الكتالوني، يقول قيصر: مطالب بسيطة ومشروعة لشعب عانى الأمرين خلال 15 عاما من الذبح والقتل والخطف والترهيب والاعتقالات في ظل حكومة فاكي، ظل حكومة فاسدة وموازنات انفجارية وهدر للمال العام وضعف القانون. اعتصام البصرة، هذا الشاب يحاول أن يبسط أمامكم الأسباب التي دفعت العراقيين للنزول إلى مختلف الميادين وإلى مختلف المناطق من أجل الاعتصام وتظاهر. إلى تغريدة ثانية نذهب وإياكم، وكتبها علي الكنعاني، يقول: العبادي يقول: استجبنا لمطالب المتظاهرين، ولكن أين هي على أرض الواقع؟ كلام في الإعلام فقط، تخدير بالقليل. علي يريد أن يقول لكم ويبين أمامكم بأن وعود العبادي وتصريحاته الإعلامية ما هي إلا فقاعات هوائية لا مكان لها على أرض الواقع، وإنما هي عبارة عن تخدير للشارع حتى يتراجع العراقيون عما هم مقبلون عليه، ولكن أن له ذلك كما يقول كثيرون من العراقيين عبر مختلف وسائل التواصل. إلى التغريدة الثالثة نذهب وإياكم الآن. في التغريدة الثالثة حسان يكتب، أو حسن يقول: حسن، مظاهرات كبيرة بسبب عدم استجابة الحكومة لنا، وهذا يعتبر أن الحكومة لا تريد خدمة الشعب، فسوف تواجه مشاكل كثيرة بسبب الشعب. هذا الشاب يقول إن المظاهرات باختصار موجودة على الأرض لأن المطالب لم تتحقق، لأن الحكومة الحالية لم تتعامل مع هذه التظاهرات إلا بالرصاص وبالغاز المسيل للدموع والاعتقالات. أما بتحقيق الوعود التي أطلقها العديد من الوزراء وبما فيهم رئيس الحكومة الحالية حيدر العبادي، فإن هذا ما زال فقط وعودا كلامية ولم تجد مكانا لها على أرض الواقع، لذلك تتواصل التظاهرات. إلى التغريدة الأخيرة، في التغريدة الأخيرة التي كتبها حسام أنصاري، يقول حسام الأنصاري: لم تبقى شريحة من المجتمع العراقي لم ترفضكم يا أحزاب الخراب، نحتاج ثورة لإحداث تغيير جذري.
هذا الشاب حسام يريد أن يقول لكم أعزائنا المشاهدين إن الاعتصامات وحدها غير كافية، إن التظاهرات وحدها غير كافية، وإنما حسام يريدها ثورة، ثورة عراقية تستطيع أن تنتصر على هذا المشهد السوداوي، على هذا المشهد الذي يحمل مستقبلا قاتما، ثورة تضمن حقوق العراقيين جميعا دون تمييز فيما بينهم. هذا ما يريده الشارع العراقي عبر تويتر وفيسبوك وعلى الأرض ممن لا يزالون معتصمين رغم أشعة الشمس المحرقة، ورغم أنه لا يتوفر لديهم ما يعينهم على البقاء في الشوارع، إلا أنهم ما زالوا صامدين لأن لهم مطالب مشروعة من حقهم أن يحصلوا عليها كما يقولون وكما يرى كثيرون. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من تواصل دوت كوم. نلتقيكم لاحقا بكل خير، إلى اللقاء.